سلام، ان شاء الله نتوما تشوفوا هاد لا فيديو تكونوا كامل في احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم باش نكملوا الفيديو السابق تاع كريمه الزبده اللي سبقت وشاركتها معكم في الفيديو وحدها، لخاطر لو غاتو تاع اليوم واللي موراه ان شاء الله رايحه نخدمهم بهاد الكريمه اللي تصيبوها ان شاء الله في صندوق الوصف. الوغ هاد لو غاتو كيما قلت لكم درتو لعيد ميلاد بنتي، وراني رايحه نشارك معكم كل الخطوات باش تقدروا تعوضوه بسهوله في ديوركم. اول حاجه نبداو بها هي لو بيسكوي، وقادرين ديروه ليله من قبل باش يكون برد مليح وتقطعوه بلا ما يتكسر لكم. حطيت 750 غرام تاع الزبده تكون طريه مع 750 غرام تاع السكر. السكر قادرين تنقصوا وديروا 650 غرام اذا حبيتوا تشربوه بالسيغو، هكذا باش ما يجيكمش حلو بزاف لخاطر لا كريم او بور ديجا حلوه. تخبطوهم مليح من 7 الى 8 دقائق حتى الخليط ديالكم يبيض ويزيد في الفوليوم. entre temps زيدوا لافاني اون بودغ ولا ليكستري وتكملوا تخبطوا. لو طون لي السكر ديالكم والزبده راهم في البيتران، كسرت 10 حبات ولاد الدجاج وخبطتهم غير شويه باش نحلهم برك، ونقدر نزيدهم بشويه على 5 ولا 6 خطرات على الزبده والسكر اللي يكونوا زادوا في الفوليوم. وكملوا خبطوا حتى يتخلطوا مليح. اذا شفتوا بلي الخليط ديالكم تقوشي تحل وما راهوش اوموجين، ماشي مشكل، قدرة تصرا اذا ولاد الدجاج ديالكم كانوا باردين. ديروا غير مغرفه ولا زوج تاع الفارينه وكملوا حطوا ولاد الدجاج ديالكم اللي قاعد لكم، ورايحين تشوفوا بلي الخليط عاود ولا متجانس. اخر مكون هو الفارينه. انا استعملت 750 غرام تاع الفارينه مغربله، نفس المقادير المقدار كو السكر والزبده. وهذه الفارينه فيها ديجا لا لوفور، بصح نتوما اذا استعملتوا فارينه عاديه زيدوا معها زوج ساشيات ونص تاع لا لوفور، لخاطر هاد لو غاتو راهو كبير. نتوما اذا درتوا غاتو صغير باغيزوم تاع دو زيتاج ديروا نصف المقادير. الفارينة زدت على 3 مرات، واذا ديروا غاطو عادي بلا كولورون تقدروا تزيدوا دوك 9 مغارف كبار تاع الحليب، بصح انا الحليب ما رانيش رايحه نزيدو دوكا، نخليه لهم بعد لخاطر راهو رايح يعاونني باش لي كولورون يجوني ساهلين نزيدهم في لا بريباراسيون. واذا درتوا الحليب دوكا دو بريفيرونس ما تزيدوش على ضربه، ديروا شويه حليب شويه فارينة شويه حليب شويه فارينة حتى تكملوا كامل الكميه تاعكم تاع الحليب والفارينة. باش نتحصل على سي غاتو لخاطر راح نستعمل 6 الوان، لازم قبل كلش نوزن شحال عندي من لا بريباراسيون. الوغ نوزنها قبل ومن بعد واش صبت نقسمو على 6، واللي تحصلت عليه انا هو 450 غرام لكل لون. ودوك باش نزيد اللون راني رايحه نزيد الحليب اللي هو تاني، كي نقسموا هذوك 9 مغارف على 6 راحين تحصلوا على مغرفه ونص لكل لون ولكل كيك. احسن شيء هو تستعملوا هاد الالوان اللي جايين جال، راكم رايحين تصيبوهم في الامازون ستور اللي هو المحل الالكتروني اللي راهو في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا درت راس المغرفه وحللته في الحليب، ومن بعد زدت 450 غرام تاع الخليط تاع الكيك، ونخلط غير بالعقل بلا ماغيز باش ما نعاودوش نحبطوا لا بريباراسيون ونخسروا كامل هذاك الهواء اللي دخلناه كي كنا نخلطوا المكونات. هنا راني نبان نغاول كي راني نخلط، مي سي جوست كو لا فيديو برك اللي راهي مسرعه. ونكمل ندير نفس الشيء مع كامل الالوان.
انا استعملت 3 بلاطو وطيبت بالزوج على درجة حرارة 170 درجة تقريبا 15 دقيقة. خلوهم نتوما عسوهم مليح ماشي كيما انايا، وغير تشوفوا بلي لو كوردون ولا الموس خرجوا ناشفين نحوهم وخلوهم يبردوا مليح، ولا ما كاش يباتوا خير. مور ما يبردوا مليح تقدروا تسقموا لي غاتو ديالكم باش لالو ديالهم يكون قد قد كامل كيف كيف، واذا كان غاتو منفخ من فوق تسقموه باش ما يجيش معوج. وكما انا هنا كي طيبت لي غاتو استعملت 3 مول، مي واحد فيهم كان شويه كبير عليهم، الوغ بديت نسقم فيهم. عاده الغاتو تنحيولو من فوق باسكو كي يطيب يتنفخ من فوق يدير هذيك لابوس، وما تخليش الغاتو تاعكم يجي نيفو. مي انا كي كانوا مازالهم سخونين حطيتهم على وجههم باش يحبط هذاك الانتفاخ، وفضلت نحي من تحت هذيك الطبقه اللي تجي ذهبيه، لخاطر هادو لي غاتو اللي يجوا بالالوان لازم كي تقطعوهم يبانوا الالوان شابين. طبيعه الحال ما رانيش رايحه نرمي هذوك لي مورسو اللي نحيت، راني رايحه نستعملهم لي بوب كيك تاع يونيكورن، وتقدروا تستعملوهم تمتم ولا تحطوهم في الكونجيلاتور وتجبدوهم وقت ما حبيتو. وهذوك اللي طايبين بزاف باسكو انايا كاين اللي خليتهم طابو زياده، حطيتهم خليتهم للزواوش باش يدورنا. استعملت هذاك لو مول باش يجو كامل بنفس القطر، لخاطر كيما قلت لكم لي مول اللي استعملت ما كانوش كامل بنفس الحجم. تحبوا تشربوا لي غاتو تاعكم وتقدروا ما تشربوهمش، اذا خفتوا يجيكم حلو تقدروا تنقصوا كمية السكر كما سبق وقلت لكم. بصح حتى لو قررتوا ما تشربوش هاد الغاتو يجي خفيف وماشي ناشف كامل. انا درت له سيرو مما كترش بزاف. ودوك لاسامبلاج دي غاتو، بين كل طبقة نحطو كريمة الزبدة اللي راهي في صندوق الوصف حتى تكملوا كامل الطبقات. باش ما يجيكمش معوج استعملوا امول كيما هذا وخلوه يبرد على الاقل نصف ساعه قبل ما تغلفوا الغاطو تاعكم بطبقه رقيقه، يعني فين كوش تاع لا كريم او بيغ اللي رايحه تكون غلاف اللي يشد هذاك الفتات تاع لو غاطو. لا ديكو انا وجدت قبل كلش لا ديكو اللي جايه بلا باتا سكر هكذا باش يشدوا روحهم ويبردوا مليح، والروموج درتهم بهذه الطريقه باش لو روندو تاعهم يكون شباب. دو بريفيرونس ديروا لي زيكستريميتي يعني لي كوتي يكونوا رقاق بارابور الوسط هكذا باش يجوا بيان شابين هذوك الروموج. ولا ليكورن معروفه بالقرن ديالها، ونفضل انا هاد الطريقه على هذيك الطريقه تاع ديروا واحد برك وتلووه على باتوني، يعني هكذا بهاد الطريقه تاع ديروا زوج تقوشي زوج لفتات ولا زوج حبات زروديه وتلووهم على بعضهم وتقعدوا تلووا مليح حتى تحصلوا على اون فورم تكون شابه، ومن بعد تقطعوا على حسب الطول اللي تحبوه ودخلوا هذاك لو باتوني في الوسط باش تقدروا تحطوها فوق لو غاتو تاعكم وتشدوا روحها. وشنو ما ديروهاش تمتم فوق لو غاتو تاعكم، خلوها تبرد مليح في فريجيدير
ومن بعد باش تحطوها فوق لو غاتو باش هذيك لابوانت تاعكم ما تميل لكمش. الودنين وجدت لهم اون فورم هكذا اللي رسمتها فوق اون فيش كارطوني، ومن بعد تستعملوها باش تقطعوا على حساب هذيك لا فورم. و كي تكملوا تقطعوا دو بريفيرونس باش الودنين يجوا شابين، لا بوينت اللي من الفوق ديروها بوينتو و لي كوتي هذوك ديروهم اروندي باش يجي اون بيل فورم هكذاك تاع الودنين. وتاني تستعملوا لي باتوني هذوك الرقاق باش تحطوهم فوق لو غاتو تاعكم، خلوهم يبردوا مليح. و ميم طون راكم تشوفوا بلي وجدت لي كولور اللي حبيت نحطهم فوق لو غاتو تاعي اللي ندير بهم هذوك لي فلور. استعملت بليزيور دوي هكذا باش يجوا لي كولور متنوعين. هنا الغاتو تاعي راهو بارد وشاد روحو، تقدروا تعجبوا به كيما تحبوا. وتاني تاكم تشوفوا بلي استعملت هذاك لو غاتو اللي نحيتو دو كوتي اللي قلت لكم ان شاء الله راني حنشارك معكم تاني لي بوب كيك، يونيكورن بوب كيك، نديروهم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. استعملتو باش نديكوري كامل لو تور تاع لو غاتو ديالي. وهذا هو لو روندي فينال، ان شاء الله يكون عجبكم. انا بنتي كانت تحل فريجيده وتقعد تشوف فيه. بيان اونطوندو لي غاتو اللي مخدومين بلا كريم او بور يكونوا شادين روحهم كي يكونوا في باردين. الوغ انا نفضل نجبدهم شويه من قبل باش يطلقوا روحهم، باش لا كريم هذيك تعاود تنطلق. ملاحظه برك على الوصفه تاع لو بيسكويت اللي مديت لكم، هي تجي مع كلش عكس لا جينواز اللي ما نحبش بزاف نستعملها مع لي كيك ديزاين. بصح هاد الوصفه تقدروا تستعملوها يعني مع كلش، لي كيك ديزاين، لي غاتو خفاف اللي جايين بلي كريم هذوك خفاف ولا بلي فخوي، يعني تجي مع كلش. وراكم تشوفوا كيفاش من داخل حاجه ما تبدل له لا فورم ديالو، يعني لا تقطع لا تقلى والو، يقعد هو هو. وان شاء الله تاني رايحين نشوفوا بزاف الوصفات تاع لي غاتو دانيفيرسير، لخاطر حنايا في الدار تقريبا كامل زايدين في اوت اي سبتمبر. الوغ اذا حابين تشوفوهم ان شاء الله ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يلحقوا لكم هذوك الوصفات. وان شاء الله انا منت ما نقول لكم مثل العاده، دمتم في رعايه الله وسلام.